السلام عليكم وعليكم السلام. إيمان، إيمان أي كلاس لا بديكنا؟ فورت فورت لا هذا سكون ده بيرن ده ليس أوكي. أبى إيمان جزو وان أنا تستريام بونا ده سودا فاتي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. Next title. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لنا أذن آيتين ده باقي أذن مديدا. إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كفروا سواء بقرم كفروا سواء إن الذين كفروا سواء نقدر ريبيت ده. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. അവിടെ ചെറിയ കിളികൾ ഉണ്ടോ വീട്ടില്? ബേർഡ്സ് ഉണ്ടോ? അതിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നു. മതലുഹും കമതലിൽ ലദി സ്തൗഖദ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فأزلهم الشيطان عنها فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. كان فيه نلد كان فيه ألو നീട്ടൽ അവിടെ വേണം, മദ്ദുണ്ട് അവിടെ കേട്ടോഫറുകളായ കദ്ദബു, സത്യനിഷേധികളായ, കളവ് പറയുന്ന ആളുകള്, അള്ളാഹിന്റെ ആയാത്തുകള് കളവ് ആക്കുകയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകള്, ഉലായിക്ക فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يخبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بلى من كسب السيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به آية الرضي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Okay. من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. 15 പേജുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 5-6 പേജ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി സൂറത്തിലെ ബഖറയിലെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയ വത്തബഉ മാ തത്ലു ശയാത്വീൻ അല മുൽക്ക് സുലൈമാൻ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وما الله بغافل عما تعملون. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أدري وكيانا بنا ولبئس ما شروا به أنفسهم
لو كانوا يعلمون. اوكي نرتو دي رونغ انا يبو شريان. وقالت اليهود ليست النصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، فالله يحكم بين القيامة يوم، فالله يحكم يوم القيامة تركبان سلولي وده فالله يحكم بينهم سلولي وده فالله يحكم بينهم القيامة بينهم فيما القيامة يلا بينهم يوم القيامة فيما يومهم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 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 ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ 19 ഒരു യാബനി ഉണ്ട്. ആ ഓതി യാബനി. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. നിഅമത്തി അല്ലതി ആയി പോകരുത്, നിഅമത്തിയ ഇയ വേണം. നിഅമത്തി അല്ലതി അങ്ങനെ തന്നെ വരണം കേട്ടോ. إذ قال له ربه أسلم. إذ قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. പേജ് നമ്പർ 20 21 ഒരേ ആയത്ത് സെയിം ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലാസ്റ്റ് ആയത്ത് ഏതാണ്? تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ഓക്കെ ഒരു പേജിൽ രണ്ട് യാബനി ഉണ്ട്. അത് ഏത് പേജിലാന്ന് പറയാൻ പറ്റും? പേജ് പറയാൻ പറ്റും? സെവൻ. കറക്റ്റ് ആൻസർ. നീ 1 മുതൽ 21 വരെ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും നിനക്ക്? ഫസ്റ്റ് ഫാത്തിഹ, ദെൻ അലിഫ് ലാം മീം, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, പറ്റുന്നവരെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഫാത്തിഹ. الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم إن الذين كفروا مثلهم كمثل الذي استوقد وبشر الذين آمنوا وإذا قال قلنا حبيتوا وإذ نجيناكم കഴിഞ്ഞിട്ട് 9-ാമത്തെ പേജിന്റെ തുടക്കം. ولما جاءهم 14 قل إن كانت 16 واتبعوا 17 ما ناسخ 18 من آية وإذ وقال okay. وقالت 19. اليهود 19 ولا تعبوا 20 وإذ يرفعوا 21 وقالوا كونوا ما شاء الله. اوكي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سي ربنا again. ربنا تقبل منا دعاء ريا. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اوكي ما شاء الله، الله يحفظ. السلام عليكم ايمان. وعليكم السلام. ايمان ده بودا بودا انا لندن. لندن لو بودا انا نعم لندن لو بودا انا ايست هام. اوكي اني نكست ايه ده جزاني پڑھ اما جزء کمپلیٹ ہے. السلام علیکم اگین. وعليكم السلام.